كل ما الخطر يقرب منك كل ما حجم خوفك هيزيد. أما تعريف الفزع هو الإحساس بأن نهايتك قربت. ولا دي جنسيه حالك. لا يا رب احنا بنموت يا ولاد. والله انت منفلت. لا ضيوفنا السنة دي هيمروا بالمرحلتين. كل ده علشان يتحقق كان محتاج نجم عالمي كبير، ومش اي نجم. رامز وفاندام هيخلصوا الكلام.